أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. متابعين الكورة بيترقبوا العديد من الأحداث الرياضية، منها لقاء منتخب الأولمبي ومنتخب مالي، وبيواجه النادي الأهلي مضيفه البنك الأهلي خلال حملة استعداده لقمة الغائب منذ موسمين. لتفاصيل أكتر هيكون معانا دكتور مدحت رشدي، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أهلا بيك وأهلا بالأستاذ مايكل. صباح الخير يا فندم، دايما منورنا في صباح مي. صدقني انا متنور بيكم بقى بقى، يعني انت ناس محترمه وقناه بالفعل وطنيه بمعنى الكلمه. اشكرك يا فندم. يعني بنتكلم عن المباراه بين المنتخب الاولمبي ومالي، عايزين نعرف من حضرتك ميعاد المباراه. باذن الله ميعاد المباراه النهارده بتوقيت مصر الساعه 8 مساء، هتبقى على ملعب استاد طنجه، وهذا الملعب اللي هو يعتبر شمال العاصمه هناك الرباط بحوالي 120 كيلو او 120 كيلو بالظبط. حضراتكم طبعا الاستاد ده بالظبط تم انشاؤه سنه 2002 ومشاهير باسم ملعب ابن بطوطه بطنجه، بيسع ل 65,000 متفرج. طبعا دي المباراه الثانيه لمصر على التوالي بعد المباراه الاولى، ويواجه فيها منتخب مصر المنتخب المالي، والمنتخب المالي منتخب من التصنيف الاول زي منتخب مصر بالظبط، وفي عدد كبير من اللاعبين المحترفين، ولا بديل للمنتخب الاولمبي المصري الا الفوز النهارده علشان حتى يعرف يواصل المنافسه على الحفاظ على اللقب، وفي نفس التوقيت ما يفقدش فرصه التاهل لاولمبياد باريس 2024. ده اللي كنت عايز اقولك عليه يا دكتور، في حالة ان شاء الله المنتخب يتأهل في لأولمبياد باريس في حالة بعد التعادل مع النيجر، هيكون ايه الفرص يا فندم والاحتمالية هتكون ايه؟ بص عندك اشكالية بسيطة بس احنا قدها وقدود بإذن ربنا. في الجولة الاولى طبعا المجموعة التانية اللي فيها مصر مالي ومصر والنيجر والجابون اللي انا قلتهم لحضرتك دول على التوالي دلوقتي نفس الترتيب اللي اسفرت عنه مباريات الجوله الاولى، المباريات الخاصه بالجوله الاولى، المباراه الاولى كانت بين مصر والنيجر وتم التعادل 0-0، وهذه المباراه لم تعبر النتيجه باي حال من الاحوال عن خط السير، لان انت استحوذت بنسبه 62% على النيجر وهم 38، سددت على النيجر 17 تسديده، هم سددوا تسديدتين بس، ثلاث تسديدات منهم على المرمى بدقه هم ولا واحده. صحيح. التمريرات انت سيطرت على معظم المباراه في التمريرات 424 تمريره وهم النيجر 276. دقه التمرير نفسها 75% لمصر 63% للنيجر. صحيح. الاخطاء 11 مصر على مصر 10 على النيجر، نفس التوقيت انت استحوذت على 2 كارت اصفر هم 1، التسلل 1 هم 5، فلذلك انت بتلعب لعب منظم، هم ما بيلعبوش لعب منظم لان بدليل التسللات، بالاضافه الى ذلك 7 ركنيات ليك هم 2 فقط لاغين، معنى ذلك ان انت سيطرت، النتيجه كلها لا تعبر عن خط سير المباراه بالكامل، فانت دلوقتي مفيش بديل ليه، خاصه بعد ما فازت مالي على الجابون 3-1 في الجوله الاولى، اصبح الترتيب كالاتي: مالي الاول بثلاث نقاط، مصر والنيجر في المركزين الثاني والثالث بنقطه لكل منهم، الجابون في المركز الاخير بصفر من النقاط، الاهداف لمالي 3، كل باقي المجموعه ملوش اي هدف. ده نقطه مهمه، فلذلك لازم انت تفوز النهارده، لان انت معنى عدم الفوز يبقى المواجهه صعبه اللي جايه، في فرص لان مش هيصعد من مثلا كل مجموعه من المجموعتين اللي هي عندك المجموعه الثانيه كمان فيها المغرب وغينيا وغانا والكونغو، مش هيصعد من كل مجموعه الا فريقين فقط لا غير. صحيح. وبالتالي انت عندك في المباراه الاولى النهارده هتلعب الساعه 8 مساء مع مالي، المباراه اللي بعدها النيجر والجابون الساعه 11، واخر مباراه
في اخر جوله كمان في الجوله الثالثه السبت القادم 1/7 الجابون مع مصر والنيجر مع مالي الاثنين 11 مساء في وقت واحد علشان مبدا تكافؤ الفرص وعدم التفويت وهكذا. صحيح. طيب اللي انا اقصده في هذه القصه كلها ان انت لازم لا تخدم الا نفسك بنفسك علشان تعرف تواصل تحافظ على اللقب بتاعك، لان انت رايح البطوله دي وانت فايز على وانت فايز باللقب البطوله اللي فاتت. البطوله دي حضرتك يا سبايكل دي النسخه الرابعه اللي بتتم كل اربع يعني بالظبط منذ 2011 اللي كانت في المغرب وكان وشها الخير علينا وكانت بدايه تألق محمد صلاح بدايه تألقه وانت كنت برضه حاصل على المركز الثالث وصعدت. البطوله الثانيه كانت في السنغال وفازت طبعا البطوله الاولى فازت بيها الجابون، البطوله كانت اقيمت في المغرب 2011 2015 السنغال في السنغال تم لعبها في السنغال فازت نيجيريا على الجزائر 2-1 بالبطوله وبعد كده في مصر البطوله الثالثه اللي هي 2019 انت حامل اللقب بشغل باداء رائع جدا بالفوز كمان خاصه في المباراه الاخيره على كوت ديفوار قويه جدا 2-1 دي البطوله الرابعه اللي هي في المغرب 23 ويا رب تكون فيها الخير زي البطوله الخاصه ب 2011 ان شاء الله. دكتور مدحك كمان ذكرنا ان الاهلي يعني بيواجه او خلال حملته لاستعاده لقبه الغائب منذ موسمين هيقابل البنك الاهلي. المباراه هيبقى موعدها ايه يا فندم؟ المباراه المقبله ميعاد المباراه باذن ربنا بكره ان شاء الله الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهره على استاد القاهره. الاهلي هيلعب مع البنك الاهلي، البنك الاهلي هيبقى في المركز ال 11 برصيد 35 نقطة، الأهلي في المركز الأول ب 65 نقطة، في فرق كبير يعني الأهلي لعب 25 مباراة في 25 جولة، البنك الأهلي لعب 31 مباراة. ده نقطة مهمة جدا جدا في هذا الأمر، فالأهلي بالتالي في هذه القصة كلها لعب في المركز الأول ب 65، بيراميدز في المركز الثاني بيطارده في 64 نقطة، لكن الأهلي لعب 25 مباراة البيراميدز 30، في يوتشر المركز الثالث ب 57 نقطة، الزمالك في المركز الرابع ب 56 نقطة، يعني المقاولين والمصري، المقاولين 43 نقطة، المصري 41، نفس القصة فاركو والاتحاد. اللي أنا أقصده في القصة كلها ان الاهلي علشان يحسم اللقب ده من الممكن بس لسه بدري شويه على اللقب لسبب بسيط. نظريا الاهلي فاز بالبطوله نظريا، لكن بالنسبه لاقرب منافسيه عندك الاهلي لعب 25 بيراميدز زي ما احنا قلنا 30. طيب بيراميدز فاضل اربع مباريات فقط، طيب لو جاب الاربع مباريات دول هم هيبقى بالظبط 76 نقطة. طب الاهلي لو جاب في الاربع مباريات القادمة برضه 12 نقطة طبعا برغم صعوبة ذلك هيوصل ل 77 يبقى فاز بالدوري قبل ميعاد انتهاء الدوري باربع بكام؟ بخمس مباريات لان ده اللي فاضل له خمس مباريات. صحيح يا دكتور. دكتور مدحت رشدي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم كنت معانا على الهاتف يا فندم، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.